ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي السلامة، شوف اشتو دير شخص للأسرة ديالو بأربعة بهم. اهتز عصر اليوم السبت دوار واد أسلا بجماعة البغاغزة التابع ترابيا لإقليم تطوان على جريمة مروعة راحت ضحيتها أم وأربعة شباب صغار. وحسب مصادرنا فإن الجاني المعروف في المنطقة بولد شامة دخل في صراع لفظي مع زوجته قبل أن يعمد إلى ذبحها. وتضيف المصادر عينها أن الجاني وبعد تصفية شريكة حياته قام بعد ذلك بذبح أبنائه مخلفا بذلك أسى وغضب بين ساكنة المدشر المذكور. وأوضحت ذات المصادر أن القاتل يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية مرجحة أن يكون هذا هو السبب وراء ارتكاب هذه الجريمة المأساوية في حق أسرته. هذا وفور إخطارها بالواقعة انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان حيث تمت معاينة الجثث والشروع في التحقيقات الأولية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وعملت عناصر الإسعاف على نقل الضحايا لمستودع الأموات البلدي بتطوان قصد إخضاعهم للتشريح الطبي، فيما لازال البحث جاريا عن الجاني من طرف عناصر الدرك بالمنطقة من أجل القبض عليه والتحقيق معه في المنسوب إليه. النيابة العامة فتحت يعني تحقيق في هذه الجريمة البشعة متابعينا الكرام، وكذلك يعني فتحت يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا المتفق المدنة المعلمة ومشهد المتفق المعلمة